بالله. وهقول لكم الاول بالنسبه لفراخ كفته الفراخ المشويه هنتبلها بايه وهنعملها ازاي. هنتعامل النهارده مع نص كيلو فراخ هنفرمها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، هتدوها 3 ارباع فرمه كده على اساس لما تدخل الكبه معايا ما اطولش عليها في الضرب كتير. دي حاجه. الحاجه الثانيه هاخد معاها بصله كبيره وكمان نص كوبايه من البقدونس، 3 فصوص توم مفرومين، وهناخد 4 معالق كبار مليانين نشا بطاطس، وثلاث معالق كبار زيت. وهقول لكم البهارات ايه. هقف سنه بس عايزه اعرفكم، نشا البطاطس هو زي نشا الذره كده، هتلاقيه في عند العطار عادي جدا، او هتلاقيه في اي سوبر ماركت كبير متغلف في اكياس. خلاص لو عند العطار هتشتريه بالوزن. هقول لكم فايدته ايه واحنا بنشتغل ان شاء الله. بالنسبه للبهار بتاعي هيبقى ملح وفلفل، هستعمل بهار فراخ، وهستعمل كمان كزبره وكمون ناعم، ومعايا معلقه كبيره ريحان، ومعلقه زي معلقه صغيره مليانه يعني ريحان وزيها زعتر، ورشه بسيطه جدا او نص معلقه من الحبهان الناعم. شغلنا كله هيبقى في الكبه كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هحط ايه الفراخ زي ما اتفقنا، انا مديها الاول يعني ضربه خفيفه في الكبه لوحدها عشان مش عايزه الكفته بتاعتي تنعم معايا زياده. فلما تحطي عليها البصل والحاجه هيبقى فيها نسبه ميه، لو حطيناها يعني جينا نضربها لاول مره مع البصل والحاجات هتنعم معايا زياده وانا مش عايزه ده. خلاص واحط معاها كمان اهو البقدونس، واتفقنا ان البقدونس هيبقى تقريبا نص كوبايه. اللي حابب يقلل يقلل، اللي عاوز يزود يعني مش مستحب، هي هتبقى خضرة وجميله بالنص كوبايه دي. ومعايا بصلايه كبيره او فوق المتوسطه بشويه، وهاخد كمان الثوم، 3 فصوص ثوم مفرومين، احاول بس اقلبهم مع بعض شويه كده اهو. وهحط البهارات كلها بتاعتي اللي اتفقنا عليها، وهنخلي بس ايه نشا البطاطس شويه. نحط بقى الزيت، 3 معالق كبار من الزيت اهو، ادي واحده اتنين وادي الثالثه. بسم الله نضربها كده اهو. انا هحط بقى دلوقتي وانا بضرب كده نشا البطاطس معلقه معلقه، ولو نعرف كمان نخليه يلف معانا واحنا بنضرب هيكون افضل. خلاص ادي واحده والتانيه، احط كمان نص، وهكمل الضرب بتاعي. وهفتح واخد الجناب بتاعتها شويه وارجع احط المعلقتين التانيين. خلاص اهو بالشكل ده كده. نشا البطاطس فايدته ايه وهيفرق ايه وايه البديل؟ عشان كتير قوي قوي لما كنت دايما اعملها اتسال عن البديل بتاع نشا البطاطس. البديل بتاعها هيبقى الدقيق بس بنسبه اقل. وليه ما نستعملش الدقيق ونستعمل نشا البطاطس؟ نشا البطاطس هيديكي كفر للكفته لما تعمليها، غلاف رقيق كده من بره بيبقى شويه ماسك نفسه، وبيدي تحسي انها صلبه شويه من بره وتبقى طريه معاكي من جوه. اما الدقيق فهيخليها طريه زياده، انا مش عايزه الطريان ده. ليه؟ لان انا هشويها الكفته بتاعتنا النهارده مشويه. احنا المره اللي فاتت عملنا كفته اللحمه بالمشروم قليناها، النهارده احنا هنشوي الكفته بتاعت الفراخ بتاعتنا دي مشويه. مش هنضرب اكتر من كده، زي ما قلت لكم انا مش عايزاها ناعمه قوي عشان اقدر اتحكم فيها وانا ايه بشتغل وبصبعها. ونشا البطاطس هو اللي هيديكي تحكم فيها افضل كمان. بالنسبه للدقيق لو استعملتي دقيق قللي الكميه شويه، هتاخدي النص، يعني احنا هنا استعملنا 4 معالق كبار مليانين، انت هتاخدي معلقتين بس. دي حاجه. الحاجه الثانيه نشا البطاطس احسن هيخليها لك، وعلى فكره هو سهل يعني انك تلاقيه موجود في الاسواق ببساطه ما فيش منه مشكله. هيخليها لك ليها من بره غلاف رقيق كده ماسك نفسه، طعمه حلو قوي، هيعجبكم ان شاء الله جربوها اهو. نزلها بس عشان نصبعها، وهنديها طبعا فرمه بسيطه بايدينا عشان لو احنا شايفين نشا البطاطس قدامنا ما تخلطش زياده، نديله الفرصه ان هو يتخلط اهو. خلاص مش كتير برضو، انا بس عايزه يا دوب يختفي من قدامي عشان هي ناعمه كفايه. طيب لو احنا مش هنشيلها في الفريزر لرمضان، هندخلها التلاجة. مش احنا مش حاطين لا بيض ولا اي حاجه فيها،
خلاص هو نشا البطاطس هيخليها تمسك ان شاء الله معاكي حلو قوي، وهتصبعيها كده بالراحه وهتدخل معاكي التلاجة لمدة قد ايه؟ لمدة نص ساعة، وبعدين تشتغلي بيها. ده في حال ايه؟ بعد اذنك يا سيد حاجة نحط فيها. ده في حال ان انت تستعمليها على طول. لو هتشيليها في الفريزر بقى رمضان هتحطيها برضو نص ساعة بتاعك في التلاجة الاول، وبعدين هتدخل معاكي الفريزر هتقعد لحد ما تيجي تستعمليها. هنطلعها الاول شوية معانا، الحبة اللي احنا قبل ما نستعملها تقريبا بنص ساعة مثلا هتهدى معاكي. هتبدأي بعد كده تعملي حاجة من الاتنين، اما انك هتجيبي بايركس زي كده وتدهنيه بمسحه بسيطه جدا من الزيت وزيها للكفته كمان بعد ما تحطيها، يعني تدهني البايركس وتدهني صوابع الكفته نفسها وتدخل تحت شوايه الفرن والفرن يكون مفتوح وسخن وتقلبيها. هتقعد معاكي تقريبا مش اكتر من نص ساعه خالص، يعني تلت ساعه كمان اقل من نص، يعني بالكتير نص ساعه. دي حاجة. الحاجة التانية ممكن تعمليها على شواية البوتاجاز العادية جدا على العين من فوق، وتاخد معاكي التخطيط الجميل اللي بيكون فيها الخطوط اللي شكلها حلو، وتكملي السوا في الفرن زي ما اتفقنا، او تكمليه على الشوايه الاثنين او الثلاثه يبقوا تمام، يعني فرن لوحده شوايه لوحدها شوايه وبعدين فرن، كله ماشي معاكي وكله شغال. المهم انها مش هتاخد معاكي اكتر من النص ساعه سواء هنا او هنا، خلاص سواء في السوا هنا او هنا هي ما بتغيبش معايا خالص. احنا هنكمل كده تصبيعها كامل، هتعمليها بالشكل اللي تحبيه، والخضار بتاع البقدونس ده هيعجبكم جدا، جربوها طعمها مختلف وبتبقى جميلة جدا مع سلطة الطحينة، وتحطي على الطحينة فصين توم هتبقى لطيفة قوي اهو كده. وبصوا هي ما شاء الله ماسكة نفسها من غير لبيض ولا اي حاجة، نشا البطاطس هو اللي عمل معايا الموضوع ده، وهو مختلف في الطعم يا جماعة سنة عن الدقيق. الدقيق ممكن طعمه شوية بيبان ما بيروحش زي البقسماط بسهولة، البقسماط في أي كفتة مع البيض بيبقى طعمه مش باين، الدقيق طعمه بيبان.